هديل اختاري من احسن بلاك بينك ولا بي تي اس؟ ما ادري، ما اعرف كثير عنهم. لا تخافين، ترى ما راح اعصب عليك، ترى اتقبل كل الاراء. يمكن بلاك بينك. غلط عليك، المفروض تقرين كلهم. ما توقعتها منك بعد هالعمر. بونجور بنات، كيف حالكم؟ ايش دعوه؟ ليش لبسك وكلامك متغير كذا؟ شكلك شفتي ايميلي في باريس. بسم الله ايش دراك؟ ليه كنت تجسسين علي بالبيت؟ لا بس واضح انك تتأثرين اذا شفتي مسلسلات وتقلدينهم. احترمي نفسك، انا شخصيتي مميزة، هذا السيل الخاص من قبل ما اولد. صح، يمكن ظلمتك. صح، وقررت اتكلم فرنسي من اليوم. هاي، هاو ار يو ستيوبيد. الله يخلف عليك، هذا مو فرنسي، هذا تركي. بليز بليز نوت سبيك عربيك، اي ام فرنسا. بونجور واسو اريغاتو غوزايماس. كم تتوقعون تمسك خط بهالشخصية؟ ما ادري، اسبوع يمكن. شهانة، هذا اختراع اسمه مزيل عرق، هدية من طالبات الفصل لك. قد سمعت عنه بالقصص القديمة بس ما احتاجه، شكرا. بنات، سويت خطة عشان نقضي على المتنمرات وراح ننفذها اليوم، فاهمين؟ لحول، وش شافت اي مسلسل هالمرة؟ لازم ننتقم منهم لانهم هاجموا اختي وفيها ربو. يا ليل، شكلها شافت مدرسة الروابي. بعدين ليش صورتي معهم؟ بنات، نمت على كتفي ومرة يعورني. جيتي للمكان الصح حبيبتي. وات؟ أنت اللي جيتي. خليني أعالج كتفك، تراي خبيرة بالطب، شفت أمس مسلسل الطبيب الجيد. كتفي انخلق. وجع، بسم الله، وش صار؟ أمبير، سويت يا هنوف، خلقتي كتفها. لا والله ما أمداني ألمس كتفها أصلا، بس مسكتي كذا. على الإسعاف، لا تلمسين كتفي ولا بدق على الشرطة معاهم. الله، أول مرة أشوف إسعاف على الطبيعة. وآخر مرة إن شاء الله. إيش قصدك؟ مدمغة أنتي، يعني إن شاء الله ما تحتاجين إسعاف. أها. طيب، لازم أساعدكم بالإسعاف، ترى شفت مسلسلين طبية وأتوقع أقدر أسوي عمليات الحين. صدق؟ طيب أنا شفت لعبة الحبار، تبي نلعب مع بعض؟ مش هشوف مسلسل الحين.